هالفيديو لكل النساء الموجودين بجيلونغ. خلونا نكون أكثر نشيطين وأكتف وحيوية وهيلثي. عندك خبر إنه أي نشاط جسدي بتمارسيه بحياتك اليومية بيخليكي أكثر سعادة، أكثر طاقة وأكثر حيوية؟ مو بس هيك، بيمنع الأمراض المستعصية مثل أمراض الكانسر، أمراض القلب، حتى السمنة. بيحسن من نومك، بيعلي من مودك، بيخليكي أكثر فعالة وأكثر بالمجتمع. طب كيف ممكن نحن نكون أكثر حيوية بحياتنا اليومية؟ رحت زرت بعض النساء الموجودين بجيلونغ وسألتهم شو بيعملوا بنهارهم لحتى يكون عندهم هذا النشاط. عطوني بعض من الأفكار، خلونا نشوف. هاي، أنا اسمي زينة، أنا من سوريا وأنا أم لصبي عمره 9 سنين. لكون موجودة هون وضل إنه نشيطة وبصحتي وسعيدة، الطبيعة كتير بتساعد لأنه نعمل كتير أنشطة برا نحن والعيلة. ألعب مع ابني كل يوم، هذا سبب كافي ليخليني لازم اهتم بحالي واهتم بصحتي. دورنا نحن كأمهات، نحن مو بس إنه نحن نكون بالبيت ونتطمن إنه أولادنا عم يأكلوا منيح وعم يدرسوا منيح، الحياة أكتر من هيك. الحياة إنه نحن نبني ذكريات حلوة معاهم. خليكن عم تقضوا وقت معاهم أكتر برا البيت، خليكن عم تهتموا بصحتكن أكتر مشان تكونوا جزء من هالأنشطة الخارجية اللي عم تعملوها معهم كعائلة كلياتها. انتي بتقدري ومانك لحالك. دايما أول خطوة هي أصعب خطوة بحياتنا. خلوا هالهدف يكون بسيط، مثلا طلعوا كل يوم تمشوا، خلونا نبلش بخمس دقايق، يوم الثاني 10 دقايق، اللي بعده منزيدهم دقيقتين، وهيك بتصير عنا عادة. كل شيء بحياتنا هو عادة. إذا أنت كل يوم تمشيتي بتصير بتحسي إنه في شيء ناقصني، أنا لازم أمشي. تحكوا مع حدا من رفقاتكم، ما في حدا من رفقاتكم، خدوا الكيتس وطلعوا فيهم على البلاي جراوند، هن بيلعبوا وأنتوا بتكونوا تمشيتوا. ما في هيك شيء، عدوا بالبيت، تسلوا مع أولادكم، لعبوا معهم، رقصوا معهم، مارسوا حياة كتير سهلة. يعني يكون في عندكم أكتيفيتي سهلة إنه أنتوا تمارسوها، اشتغلوا بشغل البيت، بيخليكم حتى شغل البيت إنه تكونوا أكتيف، لأنه رايحين جايين وبتعرفوا أن شغل البيت كتير شغلة صعبة، بس هي في حركة كتير بتخلينا نحنا نمارس حياتنا الطبيعية بشكل هيلثي أكتر. سووا أي شغلة سهلة بسيطة ما تأخذ كتير وقت منا وما تأخذ حتى جهد وتفكير مننا، تكون شغلة بسيطة وسهلة باللا شعور عم نمارسها بس بنفس الوقت مناسبة لصحتنا ولجسمنا ولحياتنا اليومية. فيكن تروحوا وتزوروا وتكتشفوا أماكن حلوة وباركات بجيلونغ، مثلا في عندكم الجولد وورثي ريزيرف بلاي جراوند بكورايو، هي مكان حلو فيه بلاي جراوند. في عندكم الكويز كريك، هي كمان بارك كتير حلوة. في عندكم هندي ريزيرف، هي بكورايو، هذا مكان مثل الملعب فيه بارك كبيرة. سيرين ديب سانكتوري بلارا لمحبي الكوالا ولمحبي الكنغاروس، فيكن تروحوا وتتفرجوا. يو يانكس ريجونال بارك، هي عبارة عن تلة كبيرة فيها بارك كبير وكتير حلوة. ووتر فرونت إسترن أند ويسترن بيتش بجيلونغ، هي طبعا مكان مشهور بجيلونغ ومعروف. جيلونغ بوتانيك جاردن كمان هي من المعالم المهمة بجيلونغ والحلوة، حديقة كبيرة بتتضمن كتير من النباتات والأشياء الحلوة، فيكن تروحوا وتتفرجوا. كمان آخر شيء نورثن إكواتيك كوميونيتي هاب بنورلاند، هو مكان للسباحة وللجيم، فيكن تروحوا كمان وتسجلوا بالجيم أو تسجلوا بالسباحة وتستمتعوا بهذا المكان. بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو القصير. إن شاء الله كل حدا فينا عم يسمع هذا الفيديو من هلأ أو من بكرة يبلش يمارس خطوته الأولى السهلة اللي حكينا عنها، اللي هي أنه خلقوا أي شغلة بسيطة بس بتخليكم أكثر ناس صحيين. شكراً على المشاهدة.